يوم عرفة وأنت صائم؟ أي تكفير لذنوبك يقول؟ اتق الله، أنت تغتاب والغيبة من الكبائر في يوم عرفة وأنت صائم، فأي تكفير لذنوبك يكون؟ تكذب في يوم عرفة وأنت صائم، فأي تكفير لذنوبك يكون؟ تنم في يوم عرفة وأنت صائم، فأي تكفير لذنوبك يكون؟ تنظر إلى المحرمات وتسمع الخنا وتمضي في السيئات وتسعى في خراب البيوت، فأي تكفير لذنوبك يكون؟ اتق الله، اتق الله وحده، واخشى يوما تقف فيه بين يدي ربك وتعرض عليه ويقررك بذنوبك وبشمالك صحيفة سيئاتك من وراء